صباح الخير البنات، صباح النور، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، صباحكم مبروك ان شاء الله. باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه وراحه البال، وباش ما تمنيتو ان شاء الله المتابعين ديالي والمتابعات ديالي. وكنهدي تحياتي الكامله والتحيه الكامله واغلى 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 تحيه الاخوان الجزائريات اللي دعموني في صراحة الله ووقفن معايا، ولا كومونتير ديالكم غزالة 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 في صراحة الله. ممكن نقرأ الكومونتير ديالكم في الفيديو الاخرى، يعني فرحت بزاف وكنهدي لكم الشكر ديالي من القلب الخالص. وكلنا خوا خوا كما كتقولون نتوما، احنا خوا خوا وراه الجزائر والمغرب راه ما بيناتنا حتى شي حاجه، بيناتنا واحد الخطيط هكا لدوان هي اللي راها في الطريق ديالنا. كما كان الحال رحنا خاوة. المهم كنشكركم بزاف، واليوم الاخوان والاخوات ديالي جيت لكم بواحد جيت وما جيتكم خاويه، جيت لكم واحد الماسك ديال الوجه. كما كنقول لكم اي حاجه راني كنقولها لكم، اي حاجه كنبارطاجيها معكم. كم كوا عندي النيله الزرقاء، ها هي النيله الزرقاء، ها هي النيله الزرقاء. هذه تحيه للصحراء والصحراويات، كيديروها بزاف بزاف بزاف، كيديروها لوجههم كيبان لهم الوجه ديالهم زوين، وكتبيض الوجه وكتحيد البقع وتحيد كل شيء. كم كوا انا ها نتوما كتشوفوا الوجه ديالي ما فيه لا بقع لا حتى شي حاجه، ولكن بغيت نجربها وبغيت نبارطاجيها معكم ونشوف النتيجه كيفاش غادا تجي مع هذا الماسك ديال النيله الزرقاء. ها هي ما دقيتها، هي كتبع بحال الحجره، كدقيها دقيها وكتصفيها فشي صفايه ولا شي حاجه ولا شي دره ديال حياتي هكا باش كتكون بودخ بحال المايزينا. معكم دانون مسوس ناتور، واحد دانون مسوس غادا ندير منها جوج عواشق صغيورين. بالنسبه اللي باغي ندير، حقاش انا باغي ندير انا وبنتي، غندير جوج عواشق ديال دانون مسوس وغندير عاشق صغيره ديال النيله الزرق. المهم ها هما، ها هي جوج عواشق بالحساب، ها نتوما، ها هي الثانيه. المهم هذه هي. المهم البنات انتما كتشوفوا، ها هي البنس باش نخلطها. نتوما غادا نخلطها مزيان وغادا نوريكم. الحقاش البنات انا اول مره غنديرها، ما غاداش نكذب عليكم ونقول لكم انا كنت كنديرها ولا شي حاجه، ما نكذبش عليكم، واول مره غنديرها بغيت ندير تجربتي معكم. وصلت النتيجه، المهم هي هذيك، مرحبا والف مرحبا. ما وصلتش النتيجه، المهم نشوف واش غيوقع لي. تصوروا البنات يولي وجهي ازرق، يبقى زرق لي قال لي ازرق وجهي. المهم اي حاجه كنبغي نجربها انا الاولى، وعاد باش نوريكم. شوفوا ها هي كيفاش ولات، ها هي كيفاش ولات النيله الزرقاء هي ودانون. وكتخليها 20 دقيقه في وجهك وكتغسلها. هي نورمالمون ملي كديرها كدير بحال الحلبه، كتكرم كتولي جافه في الوجه ديالك، وكتحسي بوجهك كيتيغي، وجهك كيتيغي هكا وكتنشف، وما خاصكش تهضري 20 دقيقه، ما خاصكش تهضري، ما خاصكش تكلمي، حتى تنشف لك النيله الزرقاء. هي هذا الماسك هذا هو ودانون. هذيك الساعه كتشدي، ما هي كتشرب غتشدي اما فوطه صغيره وبيضاء ولا كما كان الكولور ديالها، وديريها المدافي وكتشديها كتديريها على وجهك بحال هكا 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 حتى كترطب. في الاخر صافي كتغسلي وجهك نورمال بالصابون اللي كتستعملي نتيا، او جيل اللي كتستعملي نتيا، او نورمال عادي تغسليها، وعادة تغسلي بشويه ديال الصابون. سي بون ديري لا كريم ديالك نتيا ديال اليوم، وي كريم نيفيا او كريم ديال لي جوغ ولا هادي. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، انا غادا نديرها معكم وغادا نشوف انتم. البنات انا راه كيما كنت انا كنت خارجه وجيت، وهاد العكار البنات عاد كندير لي شي تعليق خايب، لحقاش هاد العكار راه ما كيتحيدش ديال الماط، ما كيتحيدش. بغيت نحيدو باش ندير الماسك ولكن ما بغاش يتحيد ليا، ما عندي ما ندير.
هانتوما كتشوفوا كاد احلي على الحوش. اش يدير لي اي البنت ديالي غادا تجي دير ليا؟ المهم انتم كتشوفوا، هضري مع المشاهدين وقول لهم كوم كوا. هذا ماسك ديال النيله الزرقاء كما قالت لكم ماما، مخلط مع دانون بسوس ولا كي كيقول ليه باتو اللباني الزبادي عفوا. المهم هي كيقولوا بلي انها كتصفي الوجه، هي كيستعملوها بزاف الصحراوه. هادي لهم التحيه للصحراوه، لا تقلقوا علينا لحقاش راهم خوتنا. تحيه لكاع الصحراويات، هما اللي كيعطيونا بعد مرات راه من عندهم كناخذ لي ماسك ديال الشعر وديال الصحه وديال عادك تخرمجي ليا وجهي. ما تقاسيش ليا هذا، ديري الجبهه. البنات انا راه شحال من وحده سولتني على الحجبان ديالي، انا راه ديجا دايره تطواج الحجباني، فهمتوا؟ انا دايره تطواج الحجباني. شحال وحده كتقول لي اشنو دايره الحجبان؟ كان دايره تطواج، دايره في الاسبان وباقي شاد ليا، يعني نورمال موراه دابا تقريبا شي 5 سنين وانا دايره تطواج. وبعض المرات ملي كنبغي يكون فرنسي كندير لي قلم ماغو ولا قلم كحل، هكا كنكون معروضه ولا نكون خارجه ولا شي حاجه كندير ليه قلم فرنسي. ودابا ما خاصكش تدوي. خاصني نملس انا. بصراحه راه كنبغي نتلح لواحد الفضول في اخباركم البنات، راني فضوليه، خاصني اللي شفتها خاصني نجربها واللي سمعتها خاصني نجربها. واخا انا بيضه لا عندي لي بوا بيض، ولكن بغيت نجربها، خاصني اي حاجه كنبغي نجربها، لا من الاكل ولا من اي حاجه كنبغي نجرب هذا الشيء. هاتي غادي ندير لكم تطراز، غنطراسي فوق مبخه معكر. كيجيكم البنات؟ يلا صافي. المهم انا ساليت كتشوفوا، نخلي باش كرم ليا شويه. المهم البنات غنخلي باش يبس ليا شويه وغنغسلو، غادي نوريكم النتيجه. المهم راه مزيانه البنات، راه زوين بزاف هاد النيله الزرقاء، كتشريها من عند العطار وكات هي حجره وكتدكوها هكا فشي مهرز ديال العود ولا المهرز ديال النحاس وتدقوها مزيان وكتصفيوها. الا كانت عندكم شي صفايه ولا شي دره ديال حياتي ولا شي هذا صافي، وكتخلطوها مع دانون بسوس وكديروها لوجهكم وتخليوها 20 دقيقه. هذه هي اخر، هذه هي الوصفه اللي راني شاركتكم بها، وكم كوا كنت انا ديجا كما غادا راه غنحطها مع واحد لا فيديو، كنت خارجه انا والبنيات مشينا لواحد البلاصه عشقت لينا ومشينا لواحد البلاصه، بقينا 10 ديال الطوموبيل وغاديين غاديين، عجبنا واحد الجو والضبابه وربطت عنا والضبابه واحد الطريق والبنات خافوا. نتوما غادا تشوفوا لا فيديو مع البنات ديالي ومع هاد لاماسك ان شاء الله، واللي عجبو هاد لاماسك وعجبو الفيديو ديالي دير سبسكرايب ودير الجيم وشي تعليق يكون زوين بحالكم.
المهم كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، كل اللي كيبغيني وكل اللي ما كيبغينيش بحال بحال عندي انايا، واللي كيعرفني راه كيعرف القلب ديالي كي داير، وكيعرف لافو ديالي كيفاش دايره، وكيعرفني كيفاش كنتعامل من ناحيه المعامله كراجل، من ناحيه المراه ديال الدار، وزعما جنتي بزاف ما غاديش نشكر لكم راسي. وهذه التحيه الكامله اللي متبعني، وشكرا خو بيزو طول مون، وشكرا بزاف اللي متبعني. المهم البنات من غسلت الوجه ديالي، ندوزت عليه هذا، انتم كتشوفوا لا ماكياج لا كريم لا والو، ما درت لا كريم لا اصلا، انا ما كنديرش لا كريم الا الا كنت خارجه ولا كنت غادي ندير الماكياج ولا شي حاجه، اللي كندير فوندو تاع ديالي، كنشري واحد فوندو تاع عين لوريال عادي، يعني كنديرو على وجهي هكا باش ندير الماكياج وصافي، ما كنديرش بومادا سبيسيال ولا شي كريم سبيسيال ديال تولي جوغ، لا كندير فوندو تاع ما كنبغي ندير الماكياج صافي. المهم هانتوما كتشوفوا انا، المهم غسلت وجهي انايا، ما بريتكمش كيفاش غسلت، المهم غسلت وجهي هانتوما كتشوفوا. المهم البنات انا اول مره درتها، وما غاديش نقول لكم راه عطاتني النتيجه ولا هذا، نتوما غادي تشوفوا. وحقه واحد درت حتى العنق شويه، ما صورتش لكم، درت حتى العنق، قالت لي بنتي ديري ماما العنقك شويه هكا باش ماشي يكون وجهك ابيض تعطي النتيجه في الوجه، والعنق لا هبطت حتى شويه هنايا ودرت الوجه ديال العنق ديالي. المهم هذه هي النتيجه، المهم انا ما عرفتكمش، شوف نتوما غتلاحظوا، شوفوا الوجه ديالي نتوما غتشوفوا الوجه ديالي كيفاش. المهم خاصكم تجربوها البنات وتبعوها، ماشي ديروا اول مره اول حاجه ولا مره واحده تقولوا الحاجه كتعطي النتيجه، لا من وصفه ديال الشعر ولا من ديال الصحه ولا من ديال الوجه ولا اي وصفه، من الرياضه مثلا يمشي الانسان، انا قص لكم المرحله ديال الرياضه، انسان صافي غيلعب واحد السيمانه ولا جوج غيقول تعطيني النتيجه، او غدير واحد الوصفه ولا جوج ديال الشعر تقول تعطيني النتيجه، لا الحاجه لما تبعتيهاش واحد الشهر 4 سومان ولا 5 سومان راه ما تعطيكش النتيجه بالكل، ما تعطيكش النتيجه. اما على هذه الوصفه تجربوها دو فوا بور لو سومان وديروها لوجهكم راها تعطيكم النتيجه. وانا اول مره درتها ما نكذبش عليكم، انا ما عرفتش كيفاش جاتني، المهم انا حسيت بوجهي رطب، انتم كتشوفوا والله الا حسيت بوجهي رطب ونسيت حتى البريو ولا ليا في وجهي، انتم كتشوفوا والله قسم ما درت لا كريم ولا حتى شي حاجه، كيف غسلته صافي حتى من العكر كما كنت دايره شديت ودرت ليها واحد الزيت، واحد الزيت ديال هذا كنحيد به الريسين، كنكون دايره المكياج وداكشي، واحد الزيت ديال هذا. مره اخرى ان شاء الله غادا نشارك معكم الزيت باش كنمسح المكياج والعكر المات وديال العينين، غادا ان شاء الله غندير عليه واحد الفيديو اخر ان شاء الله. المهم هذه هي النتيجه البنات، وتهلاو فرصكم، والا فرصه اخرى ان شاء الله، والا فيديو ان شاء الله واحد اخر ان شاء الله بشي وصفه او شي اكله او شي هيوه ان شاء الله.